صباح الخير يا دكتور، والحلقة الثالثة من العلم لا يكايل بالباذنجان. ما كنت اسميه العلم ولا ايمان. ومساء وصباح جميل على كل اللي بيتفرج علينا. وهنكمل النهارده مع الاي اي او الذكاء الصناعي او الاصطناعي، وات ايفر عايز تسميه ايه، وتطبيقاته العسكرية. ده اللي انا فاهمه واللي احنا هنتكلم عليه النهارده. أعتقد إن الموضوع ده موضوع مهم، لأن واضح جدا إن الحروب أو الخلافات العسكرية هيبقى شكلها مختلف تماما عن أي حاجة إحنا شفناها قبل كده. هي أوريدي باينة من اليومين دول، بس طبعا الموضوع بيتطور بطريقة رهيبة. ومشكلة الموضوع ده إنه ما ينفعش دولة تقعد ساكتة، لأن لو دولة عملت تطويرات في الأسلحة بتاعتها وبقية الدول قاعدين ساكتين، التوازن هيبوظ. فأي حد بيتحرك لازم التاني يكون بيتحرك قدامه بنفس المقدار أو يمكن أكتر. فهي دي يمكن أكبر مشكلة أنا شايفها في الموضوع ده، بس أنا أحب أسمع رأيك. اتفضل. حقيقي يا فادي، طبعا شكرا للمقدمة. طبعا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على تطبيقات كتير، وكان الهدف بتاعنا التطبيقات الاقتصادية. النهاردة بنتكلم على الأمور العسكرية، وهو زي ما انت ما قلت، هو في اختلال في موازين القوى، لأن موازين القوى كانت في فترة بتعتمد على الأسلحة التقليدية والجيوش التقليدية، وبعدين ابتدينا نتنقل شوية بشوية لحاجات غير تقليدية. فتلاقي إن رغم إن دولة زي الولايات المتحدة جيش قوي جدا، لكن أنت ممكن بدرونز بتقدر تسبب له خسائر كبيرة جدا يعني. فظهور نوعية جديدة من الأسلحة على الساحة ده بيؤدي لتغيرات في موازين القوى، وده اللي أنت شايفه، حروب في كل مكان. وتلاقي إن حتى دولة عريقة في العسكرية زي روسيا بتستعين بدولة جديدة حديثة زي إيران في إن هي تعمل لها درونز مثلا يعني. فإيه هي الموضوع، وإيه دخل الـ AI بالأمور دي؟ خلينا نتكلم. أول هام عايزين نعرف إن الـ AI ده مش حاجة جديدة. الـ AI ابتدى من فترة طويلة، من تقريبا من الستينات، لما ظهرت أول أبليكيشن للماشين ليرنينج. والـ AI مكمل معانا ولسه هيكمل لمدة طويلة. وفي أسلحة من اللي موجودة دلوقتي أوريدي بتستعمل الـ AI. والموضوع ده هيفضل يزيد شوية بشوية. بعض الأسلحة بتهدف، طبعا احنا اعتمدنا كل ما بيزيد على الديجيتال لايف كل ما بيكون في خطورة للأسلحة اللي بتعتمد على الـ AI. والمسألة تقترب بدرجة ما من الكتاب بتاع جورج أورويل 1984. ظهور الأسلحة الجديدة، يعني أنا فاكر من حوالي 10 سنين كان طيروا درون قدام أنجلا ميركل اللي هي كانت المستشارة الألمانية، وطيروا درون قدامها، والدرون وقف قدامها على ارتفاع بسيط جدا منها وهي بتقرأ، عاملة نيوز بريف، وما كانش في حل، ما حدش يعرف يعمل إيه. هي بصت للدرون وبتضحك وكانت سعيدة ومبتسمة. بتوع السكيورتي بتوعها كانوا متجننين وسحبوها على أساس إن هم ممكن ده يكون هجوم، وما كانش في أي طريقة إن هم يقاوموا بيها ده، لأنه سلاح جديد وديسربتيف. طبعا في الحادثة دي ما كانش في أي هوستايل، ما كانش في أي هدف عدواني، كان اللي عاملها طفل صغير. لكن قررت بعد كده دخول درونز لمنطقة البيت الأبيض، والمسألة صارت ذات أهمية، وكان فيه اهتمام من حوالي 5 سنين إزاي إن احنا نقدر نوقف درون أو نديتكت درون. الموضوع ده is a very hot research topic دلوقتي، لأن أنت ممكن تدخل أي دولة بدرونز وتعمل فيها أي حاجة أنت عايزها وتخرج تاني. أغلب الدرونز can go undetected، وممكن تبروجرام الدرون انه يعمل العمليه بتاعته كلها ويرجع لك.
فاغلب الديتكشن اللي موجود ده بيستعمل ما يسمى وايت نويز، انه بيحاول يشوف اذا كان في ار اف سيجنال، اشاره راديو واصله للدرون. لكن انت لو برمجت الدرون بتاعك هو مش هيحتاج الار اف سيجنال. فده موضوع كريتيكال هو جدا. ما بيبقاش ديتكت زي الطيارات علشان بيبقى أصغر، يعني حجمه أصغر، ولا بيبقى سبب تاني؟ هي ولا اسباب عشان كتير، ارتفاعه مثلا؟ الارتفاع، ان انت ما فيش عندك حاجة خالص، يعني انت ممكن الدرون يطفي نفسه. يعني هو بيبقى زي البرد، زي الطائر. هو في درونز كتير يعني، انا ده بالصدفة يعني، ده واحد ايوه من لا قصدي يعني بالنسبة يعني للكلار الحجم بتاعه ديتكشن. مش كبير، فديتكت this is very difficult. يعني هو الحجم بيفرق، يعني الحجم هو اللي عامل المشكلة. الحجم والارتفاع اللي بيطير عليه، زائد ان انت لو ما فيش اي حاجه، يعني هو اغلب الديتكشن بتعتمد على انه يحس بسيجنال كهربيه. لو ما فيش سيجنال كهربيه، لو طفيته لمسافه معينه وعمل جلايدنج، طبعا الناس بتوع الطيران فاهمين الكلام ده، فما فيش حد هيقدر يعترضه يعني. وهي ما زالت مشكلة عويصة يعني. هي المشكلة إن الدرونز دي سهل قوي تركب لها فيس ريكوجنيشن، يعني أبليكيشن بتدور على وشوش معينة، أو يعني تحدد لها تارجتس بوشوش معينة، فهي تقدر تنقي الشخص اللي هتهاجمه حتى لو هو وسط ناس كتير. يعني دي واحدة من الحاجات الزيادة عليها، بس مش ان هي رايحة مكان وتضرب وخلاص، لا ده انت ممكن تبروجرامت انها تدور على حد بملامح معينة او بشكل معين. لا وده سهل جدا، يعني الفيس ريكوجنيشن دلوقتي ابلكيشنز از فيري ادفانسد والموضوع سهل جدا يعني. هو انا هدي مثال على الدرون از اوتونومي. المره اللي فاتت انت اتكلمت على الاوتونومي، فانا هحاول اوضح، ولو تحب كمان انك تساعدني. الاوتونومي ده نظام جديد، يعني احنا زمان كنا بنتكلم على حاجه اسمها اوتوميشن. اوتوميشن انك تقدر تعمل ماشين بتاخد اوتوماتيك ديسيجنز، وغالبا بتكون ديسيجنز بسيطه، وغالبا انت بتكون عارف ايه احتمالات الديسيجنز دي. الاوتونومي انت اتنقلنا لمرحلة تانية خالص، انت بتقدر تعمل جهاز زي الدرون او سوفت وير، كرولر، اي حاجة، وعندها اوتونومي. اوتونومي ايه بقى؟ اوتونومي انك انت ممكن تاخد، او ان الديفايس ده، الاوتونوموس ديفايس ده، ياخد ديسيجنز في حاجات هو مش متوقع، يعني احنا مش عارفينها مسبقا، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، وقايلين لما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل كذا اعمل كذا. دي بيسموها if this then that، ITTF، ITTT. فالرولز بتاعت if then then that، if this then that، ال IFTTT دي رولز صعبة جدا، ولو بتحاول تبرمج عليها المسألة بتوصل لمسألة صعبة. لكن البريك ثرو في الجنراليزد AI، الاي اي العام، انك ممكن تخلي الديفايس بتاعك ياخد الديسيجنز بيزد على حاجه هو مش متوقعها وما يعرفهاش. فتعال ناخد مثال، اتعلمها من حاجات حصلت قبل كده. لا مش بالضروره يكون اتعلم، هو مش بالضروره يكون اتعلم، هو بيكون متعلم سيت اوف رولز، وفي حاجه اسمها برضو الفريمنج. الفريمنج ده المفروض محتاج شرح برضو. الفريمنج ده بيحدد ايه حدود امكانياته، ايه حدود اللي مسموح له انه يعمل هذا الاي اي انجن. لكن هو بيكون اتعلم ازاي ياخد ديسيجنز في سيرتن انفايرمنت، بعد كده بيبتدي هو في انفايرمنت ثانيه ياخد ديسيجنز ثانيه حسب ما يراه. فعلى سبيل المثال، لو انت عملت درون على سبيل المثال، والدرون ده راح، للأسف احنا بنتكلم على حاجات هوستايل ولو اني ما بحبش، بس تعال نحولها لحاجة مش هوستايل. انا الدرون بتاعي عملته مثلا انه بيتابع الطفل بتاعي، بيتابع ابني رايح المدرسة، فالدرون بيطير وراه وبيمشي وراه في الشارع. الدرون عارف هو مين بالظبط،
واخد بالك؟ ولو دخل معاه أطفال تانيين أو خرجوا أو كده، هو بيفضل متابع هذا الطفل لغاية ما بيوصل المدرسة ويرجع. طيب لو الدرون بتاعي ده كان عامل له اوتونومي وهو سبورتد بمثلا جنراليزد اي اي، وبعدين حصل ان في طفل ضرب ابني، الدرون ممكن يتدخل وممكن يرجع يقول لي، او ممكن يبعت لي مسج علشان انا اعرف واروح. دي كلها حلول ممكن يعملها، لكن المسألة ممكن تدخل في مسألة أعقد من كده الدرون مش متدرب عليها. فلو ابني مثلا اتحط في عربية، دخل جوه عربية، نزق ودخلوه جوه عربية ومخطوف، الدرون ما تعلمش إنه يفهم يعني إيه حد اتخطف، هو ما يعرفش ده. لكن هو ممكن إن هو بثمان الجنراليزد اي اي يبتدي يدرو سم كونكلوجنز على الاكشن اللي هو شايفه قدامه وياخد القرار لوحده. الكلام ده انا بديه مثال على سيفيليان ابلكيشن، لكن في الميليتري ابلكيشن ده معناها انه يقدر يتصرف في ظروف حرب، يقدر يديتكت مين اللي معاه ومين اللي ضده، ويقدر يديتكت مين مستخبي فين. باستمرار بيدوا مثل الفيلم بتاع ارنولد شوارزنيجر اللي كان اسمه ترمينيتور. دايما لما تعمل حاجة على الاي اي يروح حاطط لك ايه شكل الترمينيتور كده على الارتكل اللي انت كاتبها. الناس ما زال في ذهنها ترمينيتور. هوليوود والميديا بتأثر جدا. فتعال نقول اخطاء في الترمينيتور. ايه الاخطاء في فيلم زي الترمينيتور بتبعده عن الاي اي؟ اول حاجة، لو الترمينيتور ده كان اي اي انجن بحقيقي، هو ما كانش هيغلط في أي رصاصة بيضربها. كل رصاصة بيضربها هتصيب الهدف وهتصيبه في مقتل. اللي أصاب فيه ترمينيتور إن في حاجات زي إن الإنجن يقدر يصلح نفسه. فده part of what could happen، إن الإنجن يقدر يصلح نفسه. دلوقتي تعالى لو احنا صار عند المستمع تخيل ايه هي احتمالات الاوتونوميز اللي ممكن تدخل في دولة وتسيطر عليها. خلي بالك، واحدة من المشاكل اغلب الدول ان هم مش عايزين يبعتوا اولادهم يحاربوا، مش عايز يخسر بشر، هو عايز يدخل يسيطر على دولة ويخرج منها او ما يخرجش منها من غير ما يخسر، من غير ما يخسر بشر. مسألة الاوتونومي دي مسألة مهمة جدا. مسألة الاوتونومي اللي سبورتد بإي آي ده مسألة مهمة جدا جدا جدا. عايزين نرجع بالتاريخ لأن التاريخ دايما بيدلنا إضاءة نقدر نشوف بيها إيه المستقبل بتاعنا. في الماضي حصل إن اخترعوا في أوروبا نوع من أنواع البول، اللي هو يبقى اسمه ايه، بيشيل الاسهم، القوس قوس، القوس، شكرا. والله ما عارف هعمل ايه من غيرك، انا العربي عمال بيبوظ. كانوا اخترعوا نوع من انواع الاقواس اللي هو يقدر يضرب 10 اسهم في نفس الوقت، وبعدين اخترعوا اقواس تانية تتركب على عربية ويجرها 2 وتضرب 100 و1000، وابتدى المسألة تكتر. وبعدين اتدخلت في الوقت ده الكنيسة الكاثوليكية، برغم نقدنا للكنيسة الكاثوليكية في حاجات كتيرة، لكن دخلوا قالوا إن أسلحة بهذا النوع دي يعني لازم يتعمل لها ريجيليشن. وعلى مدى التاريخ اتعمل ريجيليشن لأسلحة كتير. مشكلة أسلحة الاي اي إنها يمكنها السيطرة على دول بالكامل، وهتعمل حاجتين: الخسائر البشرية من الطرف المعتدي ومن الطرف اللي هو مش قادر يرد الاعتداء، الخسائر البشرية هتكون قليلة، ولكن الطرف المستقبل مش هيكون قدامه أي وسيلة إنه يدافع عن نفسه. فهل الأسلحة دي يمكن استعمالها؟ فبراير السنة اللي فاتت
تم في اليونايتد نيشن الكلام والحوار على ما يسمى ري ايمز، اتفاقية بتقول ان احنا عايزين نتناقش في الأسلحة ومدى اعتمادها على الاي اي. هذا الحوار يتم الآن ما بين الدول اللي بتملك اي اي وممكن تعمل حاجة، اما الدول اللي هي لا تملك فهي دول مغيبة وهتضطر ان هي تقبل هذه الاتفاقات كما هي. فده بيدفعنا مرة تانية ان احنا نقول ايه يا جماعة، اي دولة بتحترم نفسها، اي شعب بيحترم نفسه لازم يدخل في هذا المجال. ما تقدرش تقعد متفرج، لان انت مش متفرج anyway، انت رايح على مكان سواء رضيت او لم ترضى انت مش هتكون متفرج، انت هتكون جزء في المسرحية مش متفرج. يا اما الجزء اللي بيتضرب يعني عادل امام مثلا اللي بيتضرب، يا اما هتكون ما اعرفش مثلا محمود المليجي ولا عادل ادهم اللي بيضرب. أحسن واحد انما كان فريد كده شوقي، ما علينا. فريد شوقي كده كده انت مش هتقدر تكون متفرج، مش هيكون في متفرجين. وانت لو رسمت خطوط كتيره لتطورات حاجات كتيره حاصله في العالم، فهتلاقي ان الخطوط دي بتوديك لمكان معين، يمكن مش مناسب ان احنا نتكلم فيه في حلقه عن الاي اي، لكن لو بنتكلم على حلقه ايه مستقبل البشريه، البشريه ماشيه في انهي اتجاه، هتلاقي فيه خطوط كتير، الخطوط دي كلها بتتقارب في اتجاه معين. يعني على سبيل المثال، هل الكره الارضيه هتقدر تشيل 20 مليار شخص او فوق ال 20 مليار؟ هل هتقدر تشيل ده؟ طب لو ما تقدرش تشيل، او لو ابتدينا نتنازع على المين ريسورسز زي الميه، زي الانهار، زي المعادن، زي الباور الانرجي، ابتدينا نتصارع عليها، هنلاقي ان احنا في لحظة معينة هذه الموارد مش هتكفي الكل، ففي حد هيفضل وفي حد لازم يمشي. ارجع انا اتكلم بس عايز اقول ونختم. ان الكلام ده بيتقال النهارده، يعني احنا مش انت مش بتقول حاجه تخيليه، الكلام ده فعلا بيتناقش النهارده بين في المجتمعات الحديثه، وفي كلام فعلا على ان هنوصل لمرحله اللي هو هنحتاج نضحي بناس، وطبعا مفهوم لما نيجي نضحي مين اللي هيتضحى بيه؟ اللي هيتضحى بيه هو الاضعف. الأضعف ده أضعف إيه؟ مش مهم، مش أضعف علميا في رأيي يعني. الأضعف علميا هو اللي هيبقى ما فيش في إيده حاجة وهيعاني، وطبعا الإنسانية هتحاول تخلي يكون في نوع من أنواع العدالة somehow، بس برضو القوة هي اللي هتفرض رأيها في الآخر، لأن هو ده المعيار اللي بيكسب في الاخر للاسف. يعني الانسانيه شيء كويس وشيء مهم وشيء محتاجينه جدا، بس ليها ليميت او ليها سقف بصل معين. في تاريخ البشرية، تاريخ البشرية قد إيه الإنسانية كسبت وقد إيه اللا إنسانية، فهي مشكلة. مع إن إحنا باستمرار بنحاول، يعني أنا واحد من الناس اللي بتدعو للإنسانية. هحاول أتنقل لنقطة تانية. النقطة اللي هتكلم فيها دلوقتي هي بعض المسكونسبشنز عن الـ AI. في عدد كبير من الناس بيتكلم على الـ AI على السوشيال ميديا، وبيتكلم ان احنا ممكن في المستقبل ننتج روبوتس او ننتج ايجنتس، ايجنت يعني عميل او AI ايجنت، وفي النهاية الماشين تسيطر على العالم. والكلام ده اصله جاي من هوليوود برضو، ان اللي اتفرج على فيلم اي روبوت او غيرهم، ان احنا الالات ممكن تسيطر على العالم. عايز اقول ان مش ده الشيء اللي نخاف منه خالص خالص، مش ده الموضوع. الموضوع ان اتجاهنا المستمر في اتجاه الاوتونومي وفي اتجاه الاي اي
بيخلينا بص عشان الناس تبقى فاهمه، الاوتونومي دي لو حد مش فاهم الكلمه الانجليش، هي استقلاليه على حد علمي بالعربي، يعني ان هو الجهاز يقدر ياخد قرارات لوحده من غير ما بدون يرجع الرجوع. للبروجرامر بتاعه او للاونر بتاعه. يعني انت بتحط له مجموعة الرولز وهو بيعيش حياته. فالاوتونومي والاي اي الاثنين دول ولو ان على فكره في الجيش يتهيألي ما فيش عسكري يقدر ياخد قرار من غير الامر بتاع القائد بتاعه، يعني في رولز اوف انجيجمنت، بس الرولز اوف انجيجمنت دي ممكن تبقى بروجرامد برضه. طبعا يعني هو المسألة ليها أبعاد كتيرة، لأن دايما لو أنت بتتحارب عسكري مع عسكري فالبشر في النهاية عندهم عاطفة ولهم حدود في الشر أو اللامبالاة. المكن مش كده، المكن هو عنده أوامر إن إحنا نسيطر على دي، والمكن لأ، إن إحنا علشان نسيطر مثلا على الشارع اللي أنا ساكن فيه لازم يقتل فهينفذ الأوامر، ما عندوش العاطفة وما عندوش إن هو شايف بشر زيه ده نون اكزيستنت. يعني اللي أنا عايز أتكلم فيه إن مسألة النظريات أو الناس اللي بيتكلموا ويقول لك إن المكن هيستقل وهياخد قراراته وبعد كده المكن هيسيطر على البشر، الكلام ده is more fiction than reality. ايوه حصل ان مجموعه من الاي اي ايجنتس قدروا يخلقوا لانجوج ما بينهم واحنا ما كناش قايلين لهم، يمكن الحكايه دي دايما بتتكرر، لكن ده مش معناه ان هم يقدروا او ان الماشينز تقدر ان هي تتيك اوفر الورلد وتامرنا احنا بان احنا نشتغل، والكلام اللي بيطلع في الافلام ده لمجموعه من الاسباب من ضمنها الفريمنج بروبلم، ودي من اقل الحاجات اللي مفهومه عند العوام او عند الناس اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا. الفريمنج بروبلم عباره عن ان انت بتحدد لاي اي اي ايجنت الحدود بتاعت النوليدج بتاعته والامكانيات بتاعته، والاي اي انجن بيكون اوير بان دي حدوده، هو اوير انه بره هذه الحدود ما يقدرش يعرف. ايه هي الفريمنج بروبلم؟ يعني مثلا لو انا بتكلم، لو انا عندي اي روبوت مثلا او رومبا اللي هي الفاكيوم وبتنظف لي البيت، الحدود بتاعتها اللي هي انها ما تقدرش تطلع بره حدود البيت، ده الحدود بتاعتها على سبيل المثال. الحدود بتاعتها ان هي ما تقدرش تاخد ديسيجن ان هي تدوس على القط بتاعي او على شخص او الفرنتشر، فهي ليها الحدود بتاعتها. فريمنج بروبلم، الفريمنج ايشو في حاجه زي الفاكيوم ده سهله، الفريمنج بروبلم في حاجه معقده زي على سبيل المثال تشات جي بي تي، ذاتس ا فيري كومبلكس element، لدرجه ان احنا بنسميه generalized. بس كلمة الجنرالايز دي ما تخدعكش، هو مش جنرالايز تماما، انت ما تقدرش تسأله في أي حاجة في الدنيا، في عنده حاجات كتيرة جدا ما يعرفهاش، مجموعة المعلومات اللي يعرفها في النهاية محدودة. كونكشن ما بين الفريمينج بروبلم والجنرالايز أو الفروق ما بين الفريمينج الفريمد والجنرالايز دي مفهومة جدا للناس اللي بتبني السيستمز دي. المشكلة الحقيقية في الاي اي مش ان الاي اي تيك اوفر ويسيطر علينا، المشكلة الحقيقية انه محطوط في ايدين عدد محدود من الناس، عدد محدود من الشركات، عدد محدود من الدول، هم دول اللي مسيطرين عليه، والامكانيات اللي هو يقدر يعملها امكانيات عالية جدا، امكانيات عالية جدا. يعني اذا كان مثلا احنا اللي اشتغلوا في مجال السيارات عارفين قد ايه دخول الروبوت في مجال السيارات خلانا نقدر ننتج ملايين السيارات، ما كانش ده ممكن في الماضي. دخول الاي اي وبعديها يحصل الروبوتكس، يعني حاليا احنا بنتكلم على اوتونومي واي اي، وبريتي سون وذن اباوت في حدود حوالي 10 سنين هنبتدي نتكلم على الروبوتس، جنرالايزد روبوتس. ده هيكون
مغير للعبة الاقتصادية تماما، للعبة العسكرية تماما. وفي النهاية اللي بياخد ديسيجن ازاي نبني الحاجات دي ونبنيها علشان نعمل بيها ايه، عدد محدود من البشر في دول محدودة. العدد المحدود ده هو اللي بيدير الشركات الكبرى زي مايكروسوفت، جوجل، إلخ، أبل، وعدد محدود من الدول. يعني حتى الفرق، يعني لو هنتكلم على الفروق، الفرق ما بين إمكانيات الولايات المتحدة في الـ AI، ولو تقارنها بأوروبا، الولايات المتحدة متطورة جدا جدا جدا، أوروبا يعني ضعيفة جدا بالمقارنة. رغم ان اوبن اي هو اي الخوف الحقيقي من الصين، يعني انا بقلق من الصين، اي حاجه صيني انا بقلق منها، لان القيم المنظومه الاخلاقيه بتاعتهم مختلفه تماما عن المنظومه الغربيه. يعني انا ده دايما قلقي دايما من الناحيه بتاعت الصين دي، لان هم فعلا بيفكروا بطريقه مختلفه، والفاليو سيستم بتاعهم او منظومه القيم بتاعتهم مختلفه تماما عن المنظومه الغربيه، لدرجة ان هم بيعملوا حاجات احنا ما يعني احنا فعلا في الغرب بنحاول ما نعملها. يعني مثلا قدروا يعدلوا الجينات بتاعت جنين او اجنة يخلوهم اكثر ذكاء مثلا، ده اتعمل. احنا هنا في الغرب فكرة ان احنا نعمل ابحاث على البشر او نغير في تركيبة البشر لغاية دلوقتي على الاقل، يعني الديكلارد او يعني المعلن ما فيش حاجه. طبعا انا ما اقدرش اجزم ان ما فيش حاجه بتحصل في الضلمه يعني، بس في الصين الموضوع ده معروف، وهم يعني مش حاسين ان في مشكله، هم مش شايفين في مشكله. أنا معاك تماما، أنا متفق معاك تماما. هو بالنسبة للشرق الأوسط، الشرق الأوسط عنده خوف باستمرار من لفظين، أي حاجة يقول لك أمريكا، الزيونيزم، يعني هم دول الحاجتين اللي مرعوبين منهم. لكن حقيقة الأمر دول زي الصين أو روسيا دول بروبلماتيك أكتر. وهو الكلام اللي أنت بتقوله مهم، إن أنت لازم يكون عندك زي مسطرة وبتحط عليها حاجات كتيرة. هم الناس مش أبيض وأسود، والدول مش أبيض وأسود، ومش في كل حاجة أبيض وأسود، كله ليه مميزات وله عيوب. فمن مميزات الغرب إن عنده منظومة أخلاقية بدرجة مش قليلة محترمة. لكن ال المشكلة عندي مش إن أنا بقول إن الغرب وحش وكده، أنا المشكلة مش كده، المشكلة إن اللي بيملك ده حتى في الغرب مش كل الشعب، يعني حتى الشعب الغربي أو البيض اللي في أوروبا أو في أمريكا هم زينا زيهم، هم ما بيملكوش ديسيجن في الكلام ده. الكلام ده بيحصل في أوض مقفولة وإحنا مش داخلينها. والكلام ده بيسري كمان على حاجات كتيرة من ضمنها البرايفسي، يعني البرايفسي إذا بروبلم، بس اللي بياخد ديسيجن فيها should we keep your privacy يا فادي ولا should we reveal it أو نلعب بيها؟ أنت you have very little control. والكلام ده بيتاخد في أوض decisions في أوض مقفولة. واللي إحنا شفناه من التاريخ إن بنمر بمحن وبتفوت مئات من السنين لغاية ما بنكافح ونوصل مثلا في يوم من الأيام سنة 2290 نوصل ان حد عمل بقى وبتاع وقدرنا my data is my right. واخد بالك؟ بعد معاناة طويلة. فده اللي احنا بننبه ليه، ان احنا سواء الـ AI او غيره ده لازم يتم المناقشات من خلال يعني social discussion، المجتمع كله يدخل في هذه المناقشة، المجتمع كله يتنبه اليها ويهتم بيها. فده اللي كنت عايز أقوله دلوقتي، مش عارف لو عندك تعليق يا فادي، لو تحب لا تعليق. انا تمام. يعني احنا ما اعتقد ان احنا متفقين في خطورة الموضوع واهميته، وزي ما انا قلت كده في الاول، الموضوع ده ما ينفعش دولة تقرر تقول انا هوقف عند المستوى ده، لان هي لو وقفت غيرها مش هيوقف، فهتبقى بيهايند، هتبقى متأخرة. فهي
طول ما يعني انا الحقيقه برضو ممكن اكون متاثر بالهوليوود وكده، وفكره ان احنا نجات يونايتد somehow، ان العالم كله يبقى كيان واحد بنشتغل مع بعض مش ضد بعض. يعني انا برضو اتمنى ان احنا نوصل لحاجه زي يعني يبقى مجلس، مش مجلس، لا اللي هو اليونايتد نيشنز دي تبقى فعلا حاجه بتريبريزنت العالم بطريقه عادله نوعا ما، ويبقى الهدف هو يبقى ليها طبعا اوثوريتي. يعني دلوقتي اليونايتد نيشنز او الامم المتحده ملهاش اوثوريتي، كل ما هي ما الاغلبيه لو اتفقوا على حاجه يطلع لنا واحد بالفيتو يبوظ كل حاجه. بس احنا محتاجين ان احنا، انا رايي يعني ان احنا فكره ان احنا بدل ما نقعد نتصارع مع بعض، يعني ما هو احنا برضو لازم نوصل بالوعي بتاعنا كبشر ان احنا نبطل بقى فكره الصراعات دي، وممكن نتحد لان احنا اوريدي قدامنا تشالنجز عالميه جلوبال كبيره جدا، زي مثلا تغير المناخ ومشاكل كتيره زي اللي هي ان زياده السكان، وازاي نوزع الثروات او نوزع الريسورسز بتاعتنا. فاحنا بدل ما نتصارع، يعني ما هو البشريه من اول ما ظهرت وهي في خناقات وصراعات وقبائل وجماعات بتحارب جماعات تانية علشان الريسورسز. لو احنا المفروض وصلنا لدرجه من الوعي اعلى، ده اللي اتمناه. كل ان احنا نوصل له ولا لا ده موضوع انا ما اقدرش احكم عليه، بس انا فعلا اتمنى ان احنا نوصل لمرحله من النضوج الفكري والانساني، ان احنا نقول يا جماعه احنا كلنا نفس الدي ان ايه، نفس الجماعه، محتاجين نشتغل مع بعض علشان نواجه المخاطر اللي بتواجهنا كلنا، بدل ما نقعد نتخانق مع بعض. واعتقد ان النتيجه هتبقى افضل. طبعا في ناس حتى يعني لازم تقدم شويه تنازلات صغيره، يعني مثلا الدول الكبيره لازم تساعد الدول الصغيره، ده نوع من انواع التنازلات. بس اعتقد ان النتيجه هتبقى افضل للكل، ان هيبقى في استقرار اكتر، هيبقى في أمان أكتر، في عدالة اجتماعية أكتر، مفيش مثلا أعمال إرهابية يعني بتحصل، لأن مفيش تنشن بين الجماعات المختلفة. فده اللي أتمناه، وده طبعا بيزد على تأثري الأفلام طب اللي انت هي عارف ما الخلفية بعد الكارثة. ما هو في أفلام بيقول لك إن الكارثة حصلت وهم دول الناس الفاضلين، فهم لازم يتعاونوا مع بعض. أنا أتمنى إن إحنا نوصل لده من غير ما الكارثة تحصل، أو ما تبقاش الكارثة قوية قوي، يعني ما يبقاش فاضل 2 مليون واحد وهو دول اللي عايشين على الأرض. يعني هو في لا آراء فلسفية كتير بتقول اللي أنت بتقوله. أحمد سعد زايد مقتنع بكده، مقتنع إن العالم في النهاية هينتهي بحكومة موحدة. أنا الحقيقة مش عارف إذا كان ده هيحصل ولا لأ، لأن انا المسألة برضو ما ليها اعرفش، انا بقول بطبيعة البشر يعني. انا بقول اه طبيعة البشر مشكلة ان في بشر عايزين السيطرة. يعني انت لو انت هتلاقي ان في ناس فعلا التركيبة بتاعتهم النفسية ان هو عايز يبقى عنده اوثوريتي، يعني زي ما في ناس عايزة تبقى معاها فلوس وهدفها الفلوس بغض النظر هتعمل بيها ايه، في ناس برضو عندها النهم ناحية السلطة وناحية النفوذ. يعني انا واحد مش مت... انا ما عنديش الاحساس ده، ما احبش ان انا ابقى مسيطر قوي يعني، بس في ناس فعلا بحسها كده، بحس ان هم عايزين يبقوا كده. طبعا الناس دي لو ليهم كاريزما توفرت لهم الظروف والامكانيات ممكن يعملوا كده، لان احنا برضو في الاخر كائنات عاطفية مش عقلانية، مش بنفكر بكل حاجة بالعقل، واغلب تصرفاتنا واغلب قراراتنا بياخدها العاطفة. فالعاطفة القبلية برضو، ما هي فكرة القبلية دي الأساس بتاع الجنس البشري بتاعنا، هي دي مشكلتنا الأساسية، إن ما هي إحنا جوانا قبليين. المشكلة إن الناس هيفضل باستمرار عندهم ناس يثقوا فيهم أكتر من ناس تانية. يعني أنا أثق مثلا في اللي بيتكلموا اللغة بتاعتي أكتر ما أثق في الناس اللي ما بيتكلموش اللغة بتاعتي، دي طبيعة بشرية. فأنا مش عارف الأمور دي هتاخد على فين، لكن الشيء اللي
اللي بحاول ان انا اتكلم فيه ان لو حطينا الباور بتاعت الاي اي مع رغبة البشر السيئة في السيطرة والتحكم، بننتهي بوصفة يعني سيئة جدا جدا يعني. فهي دي هو المشكلة. الحقيقه التاريخ البشري بيقول ان احنا بيبقى عندنا امبيشنز، بيبقى عندنا طموحات بنحاول ننفذها بطريقه متخلفه، بيحصل دمار كبير، فلما الدمار الكبير ده يحصل بنقف مع بعض وقفه ونقول يا جماعه اللي احنا عملناه ده غلط، فتعالى ما نتجنب. يعني الحرب العالميه الثانيه هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا عايشين فيها، اللي تعتبر يعني علشان بس الناس بقى في تفهمها يونايتد نيشن. اللي تعتبر من افضل المراحل بتاعت البشريه سلاما. يعني هو في ناس فاكره ان احنا ايه الدمار اللي احنا عايشين فيه، لا هو احنا بالنسبه لما قبل الحرب العالميه الثانيه او الحرب العالميه الثانيه احنا عايشين فعلا في سلام، وكميه الحروب اقل بكتير قوي من زمان. فده حصل لما حصل ايفنت كبير، حدث كبير، وكان فيه كاجوالتيز، خسائر كتيره بشريه، فخلت الناس تقف وتقول محتاجين ناخد قرارات مختلفة عن الطريقة اللي احنا كنا بنتعامل بيها قبل كده. هل ده هيحصل مع الويف التانية، مع الموجة التانية من الحروب أو النزاعات؟ هو غالبا كده، لأن احنا ما بنتعلمش، يعني احنا لازم نغلط علشان نتعلم، أو يعني ده لو في فرصة ان احنا نتعلم يعني. وده بيستمر لتو ثري جنريشنز وخلاص يعني. فيعني من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها هي مسألة إقناع البشر كمان، لأن إقناع البشر ده صار داخل جوه الـ AI وداخل جوه الأسلحة. يعني على سبيل المثال، لو احنا شفنا الانتخابات الأمريكية سنة 2016 ما بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، الروس اتدخلوا في الانتخابات دي، والطريقة اللي اتدخلوا بيها هي كانت طريقة إن يقنعوا الأمريكان إن هم ينتخبوا ترامب لأن ده في مصلحتهم. فده سلاح تاني من الأسلحة اللي بتعتمد على الـ AI. البشر قطعوا شوط طويل جدا في مجال معرفة إزاي نقدر نقنع الإنسان بحاجة معينة ممكن ما يكونش هو في البداية مقتنع بيها. ممكن نقنعه من خلال أخبار مش بالضرورة تكون صحيحة، وممكن نقنعه حتى من خلال التركيز على نوعية معينة من الأخبار. فبعد شوية بتلاقي إن الشخص أو الإنسان اللي بيستقبل الأخبار دي ابتدت آراءه تتجه في اتجاه معين. الكلام ده بيحصل دلوقتي وبيحصل من خلال حاجات كتيرة. فأنت على اليوتيوب اللي بتختار لك ايش اللي انت تتفرج عليه، نتفليكس بتختار لك ايه اللي تتفرج عليه، فيسبوك بيختار لك ايه البوستات اللي تظهر لك لانه عارف انك هتهتم بيها، وبيختار ايه اللي انت مش لازم تشوفه. فأنت غالبا ما بتشوفش الآراء اللي مش عاجباك او اللي ممكن تسبب لك مشاكل. لكن ممكن برضو لو احنا عايزين نغير رأيك ان احنا جرادولي نبتدي نعمل لك اكسبوجر للآراء اللي هي دلوقتي مش عاجباك، وجرادولي تلاقي ان انت وجهة نظرك اتنقلت من اتجاه لاتجاه تاني خالص. فالكلام ده كله كان بي انجينيرد، وممكن كمان ان احنا نتابع قد ايه جم ورانا في السكة اللي احنا بنعملها، قد ايه من البوبيليشن بتاعت الشعب. مسألة managing public opinion is one of the most important، دي واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة وممكن تتعمل بالـ AI. فهي المسألة ببساطة إن بدل ما أغير population أهد population في دولة ما وأنسفهم، أنا ممكن أخليهم في النهاية يمشوا ورايا. الشيء الغريب اللي أنا مش قادر أفهمه، على سبيل المثال، ليه الناس كلها على فيسبوك؟ ليه كل الناس على فيسبوك؟ ليه كل الناس في كل دول العالم على فيسبوك؟ فيسبوك كأبليكيشن ما هوش يعني حاجة صعبة خالص، وكان فيه قبليه ماي سبيس، وكان فيه قبليه حاجات كتيرة، اي بادي وغيرهم. والحقيقة إن فيسبوك داخل في كل الدول، مع ان احنا ممكن نعمله ريبليسمنت ببساطة. وانا مش فاهم
ليه الدول ما عملتش كده؟ ما هو اعرفش. لما اصلا الصين مثلا عملت اسمها ايه انستجرام، انا مش عارف مين بتاع مين، بس هو في تيك توك بتاع الصين، تيك توك. تيك توك، تيك توك ده بتاع الصين. وهم عندهم بدائل لفيسبوك في الصين، لكن اغلب دول العالم مش عامله اي حاجه. وانا استغربت ان بعد الربيع العربي كنت متوقع ان دول كتيره تدخل تعمل نسخ لنفسها، لكن اللي انا شايفه ان اللي حصل بالعكس، في بعض اثرياء العرب دخلوا، ان هم داخلين مساهمين بنسبة كبيرة في تويتر أو حاجات زي كده، لكن ما شفتش أي ديفلوبمنت حصلت إن طب تعالوا نعمل فيسبوك. وهو مسألة سهلة جدا، فيسبوك وإنستغرام والحاجات دي مسألة سهلة جدا إنك تعمل لها ريبليسمنت. يعني يعني يمكن يوتيوب أصعب منهم، إنما الحاجات دي بسيطة جدا يعني. فأنا مش فاهم، لكن الحاجات دي بتأثر في البابليك اوبينيون، والحاجات دي هي اللي ان كنترول اوف البابليك اوبينيون. ومرة تانية احنا من عندنا، من ناحية الدول الشرق الأوسط، مفيش أي ديفنس، مفيش أي حاجة بتتعمل. هو اللي انا عايز اقوله ان الاي اي دلوقتي او يعني السوشيال ميديا وصلت لمرحله انها ممكن جدا تكون فهمانه اكتر ما احنا فاهمين نفسنا، بمعنى ان هو بيقدر يتراك كل حاجه احنا بنعملها، بيقدر يعرف انا بقعد في اي خبر وقت اطول من التاني او اي فيديو وقت اطول من التاني، وبيعرف ايه اللي في الفيديو ده اللي شدني اكتر ما انا ممكن ابقى واخد بالي منه يعني. وطبعا بقى الاعلانات والمسجز، يعني هو اغلى اهم تطبيق دلوقتي حاليا ان هو كل شركة عايزة تبيع المنتج بتاعها بتكلمك من خلال الحاجة اللي انت بتحبها او من خلال الحاجة اللي انت هتجيب معاك نتيجة، يعني ده بيزد على ان هم فاهمينك اكتر ما انت فاهم نفسك. طبعا ان انت تعرف يعني ما تبقاش انت، ما حدش بيحس ان في حد بيتحكم فيه، بس هو الحقيقة ان التحكم موجود ده بدرجات السوفت كنترول يعني. هو التحكم موجود بس بدرجات مختلفة، وانت ممكن تكون فاكر انت بتاخد ديسيجن بمزاجك وبكامل ارادتك، وكل ده في الحقيقة وهم. يعني هو وهم ان انت بتقول، يعني انا فاكر اي ترند بيطلع تلاقي ناس كتيره قوي بتخش فيه، يعني انا فاكر الفيدجت سبينر، فاكر الفيدجت سبينر دي؟ فجاه كده لقيت كل الناس رايحه تشتري الفيدجت سبينر، ولا واحد من الناس دي فكر هو بيشتريها ليه، بس هو فكر هو اشتراها لان حصل عليه تاثير. ممكن ما يكونش اي اي، بس ان هو مجرد ان في ضغط ان الناس كلها بتعمل كده فانا عايز ابقى زيهم. وهكذا يعني الفيدج سبينر دي بتاع العماله تلف دي ما لهاش اي معنى، ما بتعملش اي حاجه. ولو انت بقى سالت اي واحد هو انت اشتريتها ليه؟ مش هيقول لك انا عشان اعمل زي الناس، هيقول لك علشان دي بتريليف الستريس وانا اصلي ستريسفول، فلما بعمل البتاعه دي بتقلل الستريس. وهو طبعا ولا قبليها كان في الاستريس بول، يعني هي في هيستوري، بس هي كل شويه بيغير عشان تشتري حاجه جديده. انا عايز اقول ان في التسعينات كان ليا واحد من اصدقائي شغال في ابل، وكان الجوب بتاعته كانوا عايزين يعرفوا الناس لما بتعمل كليك في الويب سايت بيعملوا كليك على انهي جزء في الايمج. فاذا كانت الايمج مثلا مش عارف يعني اقول لك ايه، هم عايزين يعرفوا انهي نقطة بالظبط اللي بتعمل عليها كليك، اللي البشر بتعمل عليها كليك، علشان يقدروا يفهموا ازاي يخليك تكليك ايه اللي هي. لان الانسان لما بيعمل كليك او تاب، هو بيعمل على حتة معينة في الايمج لسبب معين. الكلام ده كان في التسعينات، يعني من حوالي كام اولموست 30 سنة، يعني لا اقل من 30، يعني يمكن 20 سنة، على حسب في أول التسعينات ولا 20 25 سنة، لا كان في آخر التسعينات. فالاناليسز اللي بتتعمل دي، وهي كونتينيوسلي بينج دان، يعني احنا الناس في الهاي تك مش ساكتين خالص، يعني هم بيحللوا كل حاجة البشر بتعملها. وكل حاجة ليها معنى، كل حاجة ليها معنى. فأنت الإعلان بتاع الفيلم دلوقتي أو الكليك بيت
دي يعني شغلانة كبيرة يعني. مش أي حاجة بتتحط قدامك. الفيلم ده مش أي حاجة، الفيلم ده مدروس كويس جدا. الإعلان بتاع الفيلم مدروس كويس جدا. كل شيء مش في ألوانه، في يعني في كل شيء أنت متخيله. أنا أيام ما كنت شغال في نورتيل كان اترفع علينا قضية من بريتني سبيرز، وكانت القضية على إن وقتها لو تفتكر كانت الموبايل فونز كانت السكرينز بتاعتها تعبانة قوي. وكنت في أوتوا وقتها، كنا بنعمل ايمج ريدكشن، يعني بنريديوس الايمج عشان نقدر نعملها ديسبلاي. فهي شافت ان شكلها وحش في الايمج. فكل حاجة مدروسة، وكل حاجة في ناس بتجري وراها، والمسألة مش بالبساطة اللي هي انت قاعد على الكنبة وبتستمتع انك فليب وبتكليك هنا وبتكليك هنا. هو احنا وصلناها لك كده، لكن كل حاجة بتعملها ليها معنى عندنا. هو عامة mind you. من المقولات الصح اللي انا مقتنع بيها ان مفيش حاجة ببلاش، يعني الفيسبوك انت ما بتدفعش فيه فلوس أخيراً عشان yeah. تستخدمه، فهو مين البرودكت في الموضوع ده؟ البرودكت مش الفيسبوك، البرودكت هو احنا البرودكت، لان احنا اللي بنتباع للشركات اللي بتاخد المعلومات بتاعتنا علشان تكلمنا لمصلحته، يعني هو بقى كل شركة لمصلحتها. وطبعا مش شرط يكون بس عشان ابيع لك عربيه ولا عشان ابيع لك تيشيرت، ممكن علشان اغير رايك السياسي، علشان اخليك تنتخب الشخص الفلاني او تكره الشخص الفلاني او تبقى منحاز للطرف الفلاني ضد الطرف الفلاني وهكذا. يعني هي مش بس بتقف عند الحته التسويقيه اللي هي الشوبينج بس، لا commercial يعني yeah. بس اه فهو الموضوع بيبقى ممكن يوصل لاي حاجه تانيه. يعني على سبيل اكتشفت المثال في الانتخابات بتاعت هيلاري كلينتون، كان طلع ان هيلاري كلينتون بتهرب الاطفال وبيشغلوهم، يعني عامله عصابه وبتهرب الاطفال بيشغلوهم في السكس تريد. طبعا الكلام ملوش اي اساس من الصحه، لكن لغايه دلوقتي في ناس مؤمنه بيه وانتخبوا على أساسه. لان الناس طيب ذهب يعني او يعني وات ايفر، هي المشكله ان احنا الكريتيكال ثينكينج عند البشر بعافيه جامده، العاطفه هي السيئه اكتر في فترات الخوف او فترات الازمه، الخوف هو اللي بيسيطر اكتر من الامل. يعني هو دايما يعني الانتخابات بتاعت ترامب وهيلاري كلينتون كان الخناقة، أو يعني المحللين كانوا بيتكلموا على إن الخناقة خناقة خوف versus هوب، والهوب بيخليك تبص لقدام، الخوف دايما بيخليك تبص لورا تحت وتقول رجلك. آه، والخوف مدمر جدا، وهو دي سياسة أي نظام عايز الناس ما تتحركش أي خطوة لقدام، إن هو دايما هيخوفك ودايما هيخليك قلقان من حاجة ليها بوادر، يعني ما مش هيخليك تخاف من حاجة وهمية، بس في نفس الوقت انت ممكن تعالج المشكلة اللي انت خايف منها بطريقة مختلفة توصلك لنتائج افضل لو انت عندك هوب مش عندك خوف. ودي حاجة طبعا السياسيين بارعين جدا فيها، يعني يعني في سياسيين سهل قوي يقعد يخوفك من كذا وكذا وكذا ويقول ويديك ايفيدنسز او يديك امثله تخليك تخاف اكتر فتمشي وراه، انما لو انت يعني المفروض يعني، وده الفرق بين الاحزاب اللي بتحاول ترجعك او تثبتنا عند اللحظه اللي احنا فيها والاحزاب او الاطراف اللي بتحاول دايما تتحرك لقدام. وطبعا ده يخليك تسأل سؤال، لأن الديانات دايما بتعبر عن الناس على إن هم إيه، بتستعمل لفظ دايما كل الديانات، يقول لك الخراف. فهم البوبيليشن بتاعتك في الديانات، هم بينظروا للبوبيليشن على إن هم خراف، يقول لك نحن نهدي الخراف الضالة.
واخد بالك، يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ رعيته. احنا البشر دول عمالين بيرعوا بس، بياكلوا في النجيل. هو ده الحياة. المفروض ما ناخدش الدين ببساطة، لأن الناس اللي اشتغلوا على الدين اشتغلوا آلافات السنين، وشافوا إن الناس شافوا إن الماجوريتي بتاعت البشر شافوهم إيه؟ شافوهم خراف. ما احنا خلي ففي بالك، أسباب قوية جدا لأنهم شايفينها. احنا عندنا تندنسي ان احنا نحب نبقى جوه القطيع. فكره القطيع دي فكره ايفولوشنري او علم النفس التطوري بيشرحها بكل سهوله. احنا لولا ان احنا كنا عايشين في قبيله، والقبيله دي بتسمع كلام الكبير بتاع القبيله، ده زود التشانسز او ده زود فرص البقاء بتاعتنا. لان احنا لو فكره الانديفيدوليزم ده، او نبقى كل واحد متفرد في بيئه صعبه زي البيئه بتاعت العصر الحجري، دي كانت حاجه شبه مستحيل ان واحد يعيش لوحده، او واحد يفكر ان هو يبقى منفرد وبعيد عن بقيه القبيله، لانه البيئه اللي حواليه بيئه اصعب بكتير منه. هو الانسان جسمانيا مش اقوى حد، يعني احنا لو جبنا انسان وقدامه قرد لوحده، القرد هيبقى عنده تشانسز ان هو سرفايف اكتر من الانسان لو الانسان لوحده وقرد لوحده. والقرد ده مش ذكي قوي، يعني المفروض ان احنا اذكى منه بكتير. بس القرد عنده امكانيات تخليه يقدر يسرفايف اكتر من انسان لوحده. انما مجموعه بشر شغالين مع بعض، بيكوردينيت مع بعض، بيكولابريت مع بعض، ده بيديهم ميزه رهيبه جدا. ففكره ان احنا كائنات قبليه دي صفه تطوريه كانت اساسيه ضروريه علشان الجنس البشري يستمر في البيئه الصعبه اللي ظهرنا فيها من مئات الاف السنين. وطبعا احنا مش الكائن الوحيد الاجتماعي، يعني احنا في سبقتنا أنواع تانية اجتماعية برضو هي اللي اديتهم الميزة التطورية ان هم يبقوا موجودين. ففكرة التفرد وان انت تبقى تاخد رأيك بنفسك وتبقى مستقل، دي حاجة حديثة جدا، حاجة تعتبر ما ظهرتش غير ما بعد يعني قريب قوي من 200 300 سنة مثلا، لو احنا يعني عايزين نديها تاريخ يعني. ففكرة احنا المخ بتاعنا بروجرامد 100 بشكل كبير جدا ان احنا نتبع القطيع، وبنحس بالامان جوه القطيع. وبنحس ان احنا لو واحد بعد عن القطيع، القطيع بيرفضه جدا وبيبقى عنيف جدا معاه، وهو بيحس ان في حاجه غلط انتزعت منه، مش حاجه سهله خالص يعني. فهو دي برضو صفه من صفات البشر اللي احنا لازم نبقى فاهمينها. هو أنا متفق معاك، أنا متفق معاك في اللي أنت بتقوله، بس مختلف معاك في حاجة واحدة. أنا ببص للأمور باستمرار على إنها شيدز أوف جراي، مش هي بلاك أند وايت. فلو إحنا قلنا الانتماء للقطيع إن أنت بتكون خراف، أو الإنديفيدواليزم إن أنا بسيب القطيع، دول طرفين نقيض، لكن هو في ديجريز إن بتوين. فهو مع ان البشر ابتدوا يتعلموا، ابتدوا يفهموا، المفروض يبقى في نسبة ما من استقلالية او النظرة المنفردة، ونسبة ما من الاندماج، يعني شوية كده وشوية كده. مش في كل حياتك بتبقى انت ايه، يعني انا هلبس غير الناس، هاكل غير الناس، مش ده اللي هيحصل. انت هتلاقي نفسك بتلبس زي الناس، بتاكل بتشرب زي الناس، دخلت جامعة زي الناس، بس يمكن بعد ما اتخرجت قلت أنا هعمل كذا بدل كذا. فأنا هحكي لك قصة. في بنت عندنا في البلد اللي أنا عايش فيها، عاملين إحنا مجموعة على الواتساب للمصريين، وبعدين بعتت سألت أنا في قدامي عربية أودي عايز أشتريها. فلا تتخيل كمية انهارت الآراء عليها من كل جانب. لا، انت تشتري الياباني، يا تويوتا يا كرولا، يعني يا تويوتا يا هوندا، واخد بالك؟ عارف انت الاراء المصريه اللي هي خلت مصر كلها مليانه العربيه ال 128 في وقت من الاوقات، يا جماعه في عربيات تانية، يعني حاول انك لا، كله انزل انت لازم تشتري دي. ولو قلت اي راي مختلف
مجرد عربية يعني، هي حتى مش فارقة في أي حاجة، اركب عربية مختلفة يمكن شكلك يبقى شيك يا أخي يعني. فتلاقي إن العقلية بتاعتنا أو العقلية بتاعت مجتمعنا، لا أنت لازم تتحط في نفس القالب. فأنا شايف إن إحنا متجهين بدرجة كبيرة، المجتمع بتاعنا بدرجة كبيرة بيقرب للخراف وبيبعد عن الانديفيدواليزم. وانا ما اظنش ان احنا هنبقى انديفيدوالست كلنا، المجتمع من كله انديفيدوالست مش هيعرف يشتغل. انت محتاجه ماكس. انا شايف ان احنا قريبين قوي لان احنا نبقى خراف يعني. ده التيار السائد بشده في مجتمعنا. ما ده الاسهل على فكره، ان انت تبقى خروف اسهل بكتير من ان انت تشغل دماغك، لان هو برضو اجان المخ الكابابيلتيز بتاعته التفكير النقدي محتاج مجهود، محتاج باور، طاقه، والطاقه دي بتدبليت بسرعه، بتنقص بسرعه يعني. اي حد بيحاول ان هو يركز في اي حاجه هتلاقيه بعد فتره بيتعب، وجسمانيا بيتعب وبيصدع ويمسك راسه يعني. فعلا التفكير متعب، انما ان انت تمشي مع الفلو مع القطيع دي اسهل بكتير طاقه وايز انرجي وايز بالنسبه للمخ، لان المخ ده هو متقسم 3 اجزاء، الجزء الاكثر تطورا اللي هو البري فرونتال كورتكس او القشره المخيه دي هي دي اللي خلتنا مختلفين عن بقيه الكائنات، بس في نفس الوقت دي بتاخد طاقه اكبر بكتير من بقيه اجزاء المخ، وبالتالي الجسم او المخ بيحاول يوفر في استخدامها. وساعات كتيره في وقت الغضب او وقت القلق او وقت الخوف الجزء ده بيتعطل تماما، وبتتعامل بالغريزه بالليمبيك سيستم او الجهاز الحوفي اللي هو شبه بقيه الثدييات، اللي هو الغريزه هي اللي هتحركك، وهتلاقي نفسك بتعمل حاجات وناس كتيره تقول لك انا ما كنتش في وعي لما حصل الموقف الفلاني، وده هو فعلا بيبقى صادق في كلامه، هو مش بيبقى بيحاول يتنصل من الحاجه اللي عملها، لان هو فعلا بيبقى الجزء العقلاني بتاعه وقف، لان الجزء العاطفي هو اللي اتحرك. ودي حاجات احنا انا شخصيا زمان قبل ما اعرف الكام كلمه اللي انا بقولهم دلوقتي ما كنتش فاهم فعلا هو ازاي الناس بتتصرف كده، لان احنا قالوا لنا زمان ان الانسان هو كائن عاقل، ودي مقولة متفائلة جدا لما نيجي نوصف الإنسان، لأنه هو الإنسان كائن عاطفي عنده قدرات عقلية محدودة. يمكنه انه يفكر بالعقل. بس ودي خلتنا نفرق طبعا عن بقية الكائنات، بس في نفس الوقت احنا عندنا ليميتيشنز كبيرة، ومش كل الناس اتعلمت تفكر بتفكير نقدي واتعلمت انها تقف لحظة قبل ما تاخد قراراتك، يعني في ناس بتندفع اللي هي بتاخد القرار رايت اواي وبعد كده تفكر فيه وتقول ايه اللي انا عملته ده، وايه اللي انا ما كنت عملت حاجة تانية بدلها، ويا ريتني ما كنت عملته كده يعني. دي حاجات انا ودي حاجات انا شخصيا اتعلمتها لما شفت الناس كتيرة بتتصرف تصرفات بالنسبة لي تبدو لي غريبة جدا، بس لما فهمت السيكولوجي بتاع الانسان والتركيبه بتاعت المخ والايفولوشنري سيكولوجي وبدايه الانسان وازاي الصفات اللي ساعدتنا على التطور مش شرط النهارده تكون مناسبه لينا في بيئه مختلفه في ظروف مختلفه، ابتديت اعذر طبعا الناس وابتديت افهم احنا فين، واحنا مش احنا ولا عقلانيين ولا حاجه، احنا عندنا قدرات عقلية محدودة مش بتشتغل all the time. دي حاجة احنا كلنا محتاجين نفهمها، لان احنا لو ما فهمناش هنبقى دايما judgmental، بنحكم على الناس بطريقة سلبية، لان ما فيش ولا واحد فينا هيقدر يبقى طول الوقت عقلاني وبيتصرف بطريقة عقلانية all the time. فلازم نعذر بعض، ولازم نوفر انا في رأيي يعني لازم نوفر للناس البيئة اللي تخليهم أقل غضبا، أقل احتياجا، أقل خوفا، لأن كل ما الحاجات دي بتزيد التفكير العقلي بيقل، أو يعني التفكير الريزنبل بيقل، الراشونال بيقل، والغريزة هي اللي بتتحكم، والغريزة دي مدمرة جدا لما يبقى في كونفليكت أو في صراعات يعني. سوري معلش لو أنا بطلع بره الموضوع، بس لا لا لا، على الإطلاق أنا على الإطلاق، هي النقطة كلها دي مهمة. إضافة. أنا كنت أتمنى إني أغطي AI بتفاصيل أكتر،
واتكلم على حاجات اكتر في الاي اي، لكن انا بحاول اخلي باستمرار مستوى الحلقه بسيط واي حد ممكن يتعامل معاه. واتمنى ان انتم في النقاشات على الكومنتس على الفيديو حاولوا تقولوا لنا اذا كان في حاجات عايزين فيها اكسبانشن احنا ممكن نتكلم. انا بفضل ان انا ما ادخلش في امور معقده وتخلي الفيديو ده متقيل. انا عايزك تبقى قاعد او عايزك تبقى قاعده في سهره ظريفه قبل ما تنام او قبل ما تنامي تسمع الفيديو تعرف حاجات عن الاي اي وندي لك برسبكتيف على المستقبل بتاع البشر والدنيا اللي فين. اللي بنحاول نعمله ان احنا ننقل الفيلينج بتاع الحياه في نورث امريكا والمعلومات اللي حوالينا في كل اتجاه ننقله للناس التانيين اللي ممكن يكون ما عندهمش نفس الفرصة، وهو ده كل هدفنا يعني. فأشكرك، ويعني إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي. ميرسي يا دكتور، ودايما كده بتجيب لنا مواضيع انا في رأيي مهمة جدا. انا ما بحسش ان زي ما انت قلت كده ان اللي احنا بنقوله ده بيتقال عادي جدا في الغرب. الغرب عندهم ناس مهتمين بالحاجات دي، الناس دي ليها وزن، مش مجرد ناس اي كلام. فلما كلامهم بيتقال او لما هم بيقولوا كلام بيبقى ليهم وزن، ممكن ما يبقاش كبير زي مثلا واحد زي مغني ولا لعيب كورة ولا معرفش ايه، بس ليهم وزن، ليهم وزن مش قليل. وده حاجة بتخلي الناس بتبقى اكسبوزد اكتر هنا للحاجات اللي احنا بنقولها في مصر او في المنطقة العربية. للأسف احنا مشغولين بحاجات قديمة، حاجات متكررة، يعني طول عمرنا قاعدين نكرر في نفس الخناقات اللي احنا بنتكلم فيها وما بنوصلش لحاجة. يعني نفس الحاجات اللي انا سمعتها مثلا من 20 30 سنة لسه بتتقال النهاردة، ولسه بنقعد نقول نفس الارجيومنتس، والطرفين كل واحد يقول نفس الكلام. اللي انا زهقت، يعني احنا بنيجي، انا فعلا بخش على اليوتيوب او على الفيسبوك بلاقي ان في مواسم مثلا بتلاقي نفس الترندات، يعني اللي هو على دخلة مثلا الكريسماس هنعيد على المسيحيين ولا ما ينفعش. يا جماعة طب ما احنا ناقشنا الكلام ده من بقالنا 10 سنين مثلا، ما وصلناش لحاجة. يعني احنا لسه برضو في نفس اللحظة اللي هو يا جماعة في ديبيت، نعيد ولا ما نعيدش، نحتفل ولا ما نحتفلش. فتلاقي ان انت كل سنة بنقعد نكرر نفس الحاجة من غير ما ننط لمناقشة تانية. ما هو المفروض الحاجات دي تتحسم، ما ينفعش نقعد نكررها ونقعد وكل واحد مصمم على رأيه. يعني أنا السنة اللي فاتت بقول كذا، فأنا السنة دي هقول نفس الحاجة، والتاني هيقولها بنفس، وهيقول العكس برضه بنفس الحاجة، ما عندوش حاجة جديدة يقولها. ما هو الموضوع أصلاً المواضيع مش كبيرة قوي علشان نلاقي أرجيومنتس جديدة نقعد نقولها. طيب يعني انت عايزني اقول لك كل سنة وانت طيب يا مقدس يعني ده انا بحتفل باي احتفال، انا شخصيا اي احتفال في انبساط، في حاجه هتبسطني هحتفل بيه، سواء بقى طلع بقى احتفال هندوسي بوذي، احتفال اي نوع من انواع اي حاجه، بس يجيبوا لي حاجه حلوه، يعني جيب لي حاجه حلوه احتفل بيها اي، ما هو وانبسط. بيقول لك مثلا كندا دي ده بدعة ما انا ما لأنه ما كانش موجود أيام النبي. اه لا ما دي بقى مشاكل. يعني انا تخيل ان انا كنت قاعد في اسكندريه والاقي ناس بيحطوا في اليوفط قبل شم النسيم يقول لك احتفال بشم النسيم ده احتفال وثني. ده وثني أكتر احتفال مصري، ده أكتر احتفال مصري عريق. بالظبط. بس كان ياه. في جماعات ايام ما انا كنت موجود في اسكندريه بتعلق في كل حته في المدينه، يعني ما تحتفلوش بشم النسيم يا عم، احنا بنحب ناكل رنجة وفسيخ وملوحة يعني، ونطلع نقعد في الجنينة شوية. يعني ايه الغلط في الموضوع ده؟ انا اكيد مش مؤمن ان في ايزيس واوزوريس كانوا موجودين وخلفوا حرس وحرس عمل اكيد انا مش مؤمن بالحاجة دي. يعني زي تلاقي هنا برضو تلاقي ناس جايين من مصر يقول لك لا ما تحتفلش بالهالوين، يا عم هالوين ايه؟ ويقول لك اصل ده احتفال شيطاني. شيطاني ايه؟ هو في حد اصلا بيفكر في الجزء الشيطاني ده؟ مفيش، بس هم عندهم القلق من ان ان احتفالك بالحاجه بمعناه ان انت موافق على
على الاوريجين بتاعته، ما بقتش كده خالص. يعني هي ايوه مش قالوا على بوكيمون مشكلة، وعملوا على ايه تاني في الكرتون بتاع الاطفال مش فاكر، جراندايزر ولا كان ايه، عملوا عليه مشكلة قال لك ده جاي، ويعني حاجات انا مش فاهم. لا، ما هو حاجات غريبة. وقعدت اتفرج على فكرة على كرتون، انا عايز افهم يعني ايه وجه الاعتراض. أنا مرة لقيت بيقول لك، لقيت فيديو بيقول لك شاهد فضيحة سبونج بوب. وأنا ما أعرفش هو إزاي سبونج بوب يبقى عنده فضيحة، وطلع بقى إن علشان في كاركتر تانية بنت هي بتقول له يعمل كذا، فهو بيسمع كلامها، دي طلعت دي المشكله، ان هو سبونج بوب ده المفروض ان هو ذكر، وساندي دي ولا معرفش اسمها ايه اللي بتكلمه دي، فبتقول له يعمل كذا فهو بيسمع كلامها، فدي الفضيحه. يعني احنا وصلنا لمرحله ان هو ازاي كاركتر انثى تنستراكت واحد ميل يعمل حاجه او حاجه كده. يعني احنا بس خلي بالك ان السفنج اصلا يونيسكس، مش سفنج راجل وسفنج ست. لا، ما هو الناس ما بتفكرش في حاجات كده خالص. يعني هو الناس anyway، يعني هو انا قصدي ان يعني احنا فعلا المفروض ان احنا يعني نهتم بحاجات ارقى واعلى، ونحاول نقرب من المجتمعات الحديثة، ونشوف المجتمعات الحديثة بتفكر ازاي، علشان على الاقل لما نعرف نتكلم معاهم، لما يبقى في نقاش، يبقى عارفين نتكلم على نفس الموجة. ما هو دلوقتي ما ينفعش يبقى في اتنين بيتكلموا والاتنين كل واحد بيتكلم لغة مختلفة او بيتكلم بطريقة مختلفة، مش هيفهموا بعض. لما نفهم بعض هنعرف نكلم بعض بطريقة افضل، وهنعرف نوصل لنتائج احسن، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله يا جماعة. احنا بنحاول نقرب المسافات، لان الفجوة فعلا كبيرة، والفجوة بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها دي بتكبر، لان في طرف عمال يجري وفي طرف واقف. يعني في احسن حالاته هو واقف، ان ما كانش بيتراجع. انا بحس ان هو في تراجع اساسا، بس لو احنا افترضنا انه في احسن الاحوال هو واقف عند لحظه معينه، فالطرف الثاني بيجري بسرعه رهيبه، فاحنا محتاجين ان احنا نحاول نكيب البيس مع الناس اللي بتجري دي، ونفهم هو الناس دي رايحه فين، وما ننبهرش بالمنتج النهائي، نفهم المنتج النهائي ده وصل لنا ازاي. لان في الاخر احنا عايزين يبقى معانا احسن موبايل، عايزين يبقى معانا احسن عربيه، عايزين يبقى معانا اشيك لبس احلى براند، بس احنا ما فهمناش الحاجه اللي طلعت الحاجه دي. احنا عايزين والله أنا المنتج النهائي من غير ما نعرف. اللي أتمناه إن العرب والمصريين، بس العرب الحقيقة بصورة عامة، إن هم يكونوا مهتمين إن يكون ليهم دور في تطور البشرية، مش دور في إن إحنا الخناقات البشرية، إحنا عندنا دور في الخناقات موجود هو أوريدي. اكشلي احنا بيتم استغلالنا في الخناقات البشريه. يعني احنا مش لينا دور، احنا بيتلاعب بينا علشان نقعد نتخانق وتلاقي ناس تانية بتستفيد من ورا الخناقات دي. ما هو مفيش خناقه مفيش حد مستفيد منها. أنا عايز يبقى لينا دور في البناء، في إن إحنا نفكر ونبني ونطلع بأفكار جديدة ونوري العالم إن إحنا ناس كيبابل وقادرين إن إحنا نعمل أشياء جديدة. نتمنى أنا الحقيقة أثق في الأجيال الجديدة، وإن شاء الله هنبتدي نشوف تغير في الفترة اللي جاية. أنا اتكلمنا قبل كده عن التعليم، لكن أنا شايف، وطبعا مفيش شك التعليم في بلادنا بيمر بمحنة قاسية جدا، ولكن في نسبة مش قليلة من المدارس الأجنبية اللي بيتعلم فيها الناس بفلوس غالية جدا، وأرجو أن يطلع لنا من هذه المعاهد والمدارس ناس تقدر تعمل حاجة، يعني ويعني انا في اتمنى داخل مجتمعاتنا مش بعد ما يتنقلوا لمجتمعات تانية. اشكك في الامنيه دي، ولكن انا للاسف عندي يعني نوع من انواع مش عارف اقول كلمه كويسه، بس انا بقلق من الفساد اللي بيحيط بالمؤسسه التعليميه ان جنرال، لان الفلوس لما بتخش في الموضوع ويبقى هي دي العامل المسيطر، النتيجه ما بتبقى يعني لما انا انجح بفلوسي، انا عارف ان في ناس بتنجح بفلوسها وناس بتاخد مناصب بسبب فلوسها،
والتعليم دلوقتي بقى محتاج فلوس، وسهل قوي تشتري اي حد للاسف جوه اي مؤسسه تعليميه. يعني الفساد، يعني الفلوس لوحدها من غير ما يبقى في ضوابط تضبط المؤسسه التعليميه، النتيجه في رايي ما بتكونش كويسه. يعني اتمنى اكون غلطان، بس هو الفساد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للأسف، زي ما هو موجود في حاجات كتيرة في حياتنا في المنطقة العربية كلها. يعني فيعني نتمنى يعني هو عامة الأهم في رأيي من المؤسسات التعليمية هو إن بقت المعلومة متاحة للجميع، أي حد عايز يتعلم أي حاجة سهل يحصل عليها بقعدته على الانترنت. يعني هو سهل دلوقتي تتعلم اي موضوع، وهتلاقي فيه ريسورسز كتيره بتتكلم على اي موضوع لو انت عايز تتعلمه بجد. واللي انا سمعته وشفته في كذا برنامج اخباري، يعني ان في شركات دلوقتي ما بقتش بتطلب ان انت تبقى خريج جامعه. يعني مثلا شركات الهاي تك، انت لو عندك اكسبيرينس هتبقى ممكن تبقى كواليفايد ان انت تشتغل لو اخدت مثلا كورس من جوجل ولا كورس من يوديمي او ما اعرفش ايه، وعندك اكسبيرينس وعملت الانترفيو ودي فاوند يو فيت او تقدر تشتغل عندهم، ممكن يتغاضوا عن الشهاده الجامعيه. ودي نقله مش قليله، لان زمان كانت فعلا المعلومه نادره، مش اي حد يقدر يحصل على المعلومه. المعلومه دلوقتي بقت متوفره للي عايز يدور عليها واللي عايز يوصل لها. ودي محتاجه طبعا ان حد يبقى عنده باشن او عنده رغبه ان هو يتعلم حاجه جديده او ان هو يطور من نفسه، مش شرط يكون من خلال مؤسسه تعليميه نظاميه، ممكن يبقى وسائل تانية تديك معلومه او تديك مهاره مختلفه من خلال الإنترنت اللي فعلا بقى أي حاجة دلوقتي هتلاقيها متاحة. دي برضو حاجة أعتقد إنها حاجة بوزيتيف في العصر بتاعنا. نتمنى الخير يعني. يا مسهل، ميرسي يا دكتور، ونشوفك الأسبوع الجاي في موضوع جديد علمي، ونتمنى إن الفيديوهات العلمية دي تبقى ليها، يعني معرفش إيه اللي ممكن نعمله علشان يبقى more interesting عن الأخبار التانية. أنا عارف إن في ناس بتهتم بالأخبار السياسية أكتر، وناس تانية بتهتم بالمواضيع الدينية أكتر، بس إحنا عايزين ندخل الجزء العلمي في الشانل على الأقل، علشان هو الحاجات دي كلهم مهمين بس كلهم بيتكاملوا مع بعض. يعني ما ينفعش أبقى فاهم كويس قوي في الدين ومعرفش أي حاجة في اللي بيحصل حواليا، سياسة أو علم أو whatever. فإحنا محتاجين نحاول نبقى somehow عندنا صورة أوسع للحياة بمجالاتها المختلفة. ده اللي أنا أتمناه، يعني إن إحنا نعرف نقدمه من خلال القناة ومن خلال السلسلة اللي إحنا بنعملها، اللي هي محاولة إن إحنا نقرب الفجوة، نصغر الفجوة بين العالم العربي أو المنطقة اللي إحنا جايين منها، ونفسنا إنها تبقى قريبة من المجتمعات الحديثة، لأن من غير ما نعرف نفهم بعض ما يتهيأليش إن احنا هنعرف نعيش مع بعض بطريقة كويسة. يعني أشكرك مرة تانية يا دكتور، وأشكر أي حد بيتفرج من هنا، وأنا أضم صوتي لصوتك. اللي عنده أي اقتراحات، اللي شايف إن احنا في مواضيع ممكن نتكلم فيها أكتر أو مواضيع بنطول فيها بزيادة أو whatever، يقول رأيه وإحنا نحاول نأكوموديت مع الكومنتس أو مع آرائكم. يعني أشكرك وأشكر اللي بيتفرج، ونشوفكم على خير أسبوع جديد. سلام.